العارق الأخ توفيق بن عبد الحسين اللواتي يمثل ولاية مطرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سعادة الشيخ الرئيس، شكرا معالي الشيخ الوزير. معاليك، تشغل العمالة الوطنية نسبة 23% من إجمالي عمال الشركات بالدرجة الممتازة، بينما الزيادة خلال 6 سنوات الأخيرة كانت فقط 10%، و90% كانت للعمالة الوافدة للشركات الممتازة، وهذا فوت 45,000 فرصة عمل، وهذا غير مقبول. برأيي لابد من برنامج واضح، وهذا كررت لكم في العام الماضي 2015، أن يكون في برنامج واضح وبنسب محددة لتعمين الوظائف القيادية والإدارية العليا في هذه الشركات، وأعطائهم سقف زمني 2020-2025. آن الأوان أن يكون التعمين هو الأصل في هذه الشريحة، وجلب العمالة الوافدة هو الاستثناء. قيادات وافدة بلغت من الكبر عتياً وتجاوزت 70 ويتم التجديد لهم. معاليك، هل حجم الاقتصاد العماني يحتاج لهذا العدد الهائل من العمالة الوافدة؟ هل معدل المهن حسب التخصص كالخياط والحلاق وغيرها واقعي أم هناك فائض؟ في مؤشرات عالمية مفروض، هل تقوم الوزارة بتحليل هذه البيانات؟ من جهة أخرى، حسب الوضع الاقتصادي اكتفت الحكومة بالمشروعات الإنمائية القائمة والمرحلة من الخطة الخمسية الثامنة اللازمة فقط، فهل سنشهد تراجع لعدد العمالة الوافدة عند انتهاء الأعمال؟ ماذا عن العمالة الوطنية؟ هل أخذتم بعين الاعتبار هذا الموضوع؟ هل سنشهد تسريح للعمالة الوطنية؟ وهل لديكم دراسة لهذا الموضوع؟ معاليك، أنا لا أتكلم عن الكليات التقنية، ما هو عدد الخريجين لكل مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة منذ عام 2011 حتى عام 2016؟ وكم عدد الذين تم تعيينهم في القطاع الخاص؟ عدد الخريجين خلال 5 سنوات القادمة أيضاً كم عددهم؟ وأين سيتم توظيفهم؟ بالمعدل الحالي سنحتاج لتوظيف 2 مليون وافد آخر حتى نخلق فرص عمل ل 100,000 عماني. معاليك، العاملون في القطاعين العام والخاص وعندهم سجلات تجارية 46,000 شخص، هذا من بيانك السابق، عندهم 2 إلى 5 سجلات تجارية، وسعادة الأخ محمد أحمد البرواني تكلم، أليس هذا هو من أسباب التستر التجاري؟ ماذا عن أرقام العسكريين مما لديهم سجلات تجارية؟ لماذا لا يتم الإفصاح عن هذه المؤسسات وحجم العمالة؟ متى سيتم تفرغهم لإدارة أعمالهم؟ إحنا تقدمنا في تنفيذ وتم تبنيها مبادرة بعدم جواز الجمع بين الوظيفة الحكومية وممارسة الأعمال التجارية. معاليك، في صفحة 3 أشرتم لقدرة القطاع الخاص بأن يكون المشغل الرئيس للقوى العاملة الوطنية بمعدل 45,000 سنوياً خلال 2016 إلى 2020، طبعاً بشرط، وهذا مرتبط بتوفير العرض النوعي المطلوب من القوى العاملة من حيث المستوى التعليمي والتخصصات العلمية والفنية والمهنية ومستويات المهارة. معاليك، نريدك أن تخاطب الشعب، وأعطائنا مؤشر أداء، كم سيتم توظيفهم من 45,000 سنوياً؟ أما إحنا صار لنا 5 سنوات نقول سنوظف وسنوظف وسنوظف ونشوف العمالة الوافدة تزيد، والمواطن باحث عن عمل، فهذا غير مقبول. معاليك، إن بيانكم الحالي والبيان قبل السابق في الفترة السابعة في فبراير 2013 لهو أفضل مشروع دراسة كيس استدي عن حالة الأداء الحكومي ومجلس الوزراء، فبالرغم من تداخل عمل وزارتكم مع جهات حكومية أخرى كمجلس التعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية، وبالرغم من إنفاق المليارات في هذه العملية، وهذا ليس منا على المواطن وليس دعماً كما يقول البعض، بل هو حق له، ولكن ماذا حققتم؟ وأين موقع المواطن في التنمية؟ قلتم قبل 4 سنوات ولا زلتم تكررون بالبيان التركيبة الهيكلية للعرض من القوى العاملة الوطنية من حيث المستوى التعليمي والمهارات المهنية ما زال غير منسجم مع الاحتياجات الفعلية في سوق العمل بالقطاع الخاص، سواء من حيث الكم أو النوع. معاليك، فهل دوركم هو الشكوى وطرح المشكلة والمساهمة في زيادتها،
أين الحلول؟ أنتم مفروض تعطون حلول، أنتم تعالجون هذه المشكلة وهذا الخلل. مع الأسف لم تقوم الحكومة أو وزارتكم أو مجلس التعليم بأي مبادرة، ولم نسمع بأي جديد. الآن بالعكس سعادتك شكرا على ما تفضلت فيه من طرح، وأنا أعتقد لما أنا عرضت المشكلة وعرضتها من واقع البيانات فأنا أعتقد هنا إحنا نتكلم بطرح واضح عن واقع سوق العمل، وأنا أشرت في بداية الحديث إنه تنظيم سوق العمل ليس مسؤولية وزارة القوى العاملة الوحيدة فحسب، وإنما مسؤولية الجميع. سامحني أكمل لك سعادتك، أنا سمعتك بكل أذن صاغية. أنا أيضا حقيقة اسمح، أنا أعتقد الحقيقة إحنا نتطلع، طيب الأخ أحمد، أنا أعتقد إحنا نتطلع أيضا منكم إلى اقتراحات. أنتم أعضاء مجلس الشورى عليكم أن تقدموا مقترحاتكم. أنا بعطيك بعض الأمثلة سعادة الأخ توفيق. الأخ أحمد إذا سمحت لي الآن الحوار أعتقد عند سعادة الأخ توفيق على بناء على أسئلته وأنا أرد عليها، وهذا المتبع عندكم في المجلس. أنا أعتقد، وإذا عندك مداخلة لما تأتي المداخلة تفضل وأنا أسمعك بكل أذن صاغية وأسمع لي كلامك. فأنا أعتقد سعادتك أنت ذكرت لمسألة على سبيل المثال الوظائف القيادية والإشرافية، وأنا اتطرقت سواء في العرض الموجود أو في البيانات التي قدمتها أن الوظائف القيادية والإشرافية إلى جانب ما يعمل من جهد ازدادت الضعف بالنسبة للقوى العاملة الوطنية في الخمس سنوات. فعلى سبيل المثال أنا بعطيك بس الحقيقة وين تركزت القوى القيادية والإشرافية في الدرجة الممتازة والدرجة الأولى. الدرجة الممتازة الوظائف القيادية والإشرافية فيها 20,573 منهم 8,164 من أصل 11,600، يعني هذه في الشركات الرئيسية هم عمانيين، مقابل 12,400 وافد من أصل 39,000. نأتي لشركات الدرجة اللي هي الأولى، فيهم عدد الوظائف أيضا القيادية والإشرافية 19,000 منهم قرابة 2,400 من المواطنين مقابل 16,000 من الوافدين. إذا لو تكلمنا في هذه المجموعتين عندنا ما يزيد عن 10,000 من الوظائف القيادية، باعتبار أن الشركات الرئيسية والمشغلة جالسة تعمل هذا البرنامج. هذا جانب. الجانب الثاني أنا ذكرت بكل وضوح وشفافية 307 رئيس تنفيذي منهم 157 عماني موجودين في سوق العمل. ذكرت لكم أصحاب السعادة إنه برنامج القيادات الموجودة اللي هو تبناه فريق شراكة واللي هو الآن صندوق التدريب يصب في نفس الهدف. النقطة الثانية سعادتك زيادة القوى العاملة واحتياجاتها، أنا أعتقد لولا إنه في احتياج لما تم التقدم للقوى العاملة الموجودة، والتنمية خير دليل على ذلك. هل تروا بوقف القوى العاملة الوافدة؟ احنا على أتم الاستعداد مجلسكم يقدم مقترحه ويقول للحكومة إن نريد وقف عمل القوى العاملة أو يوضع بعض المقننات الموجودة. إذا لك أن تقرر، إذا كان احنا في 2006 في نهاية 2005 السلطنة تنفق للتنمية 1,800,000 يقابلهم 560,000 وافد، نقحم من أقل من 2 مليار إلى 9 مليار، هل ما تحتاج إلى تنفيذ هذه المشاريع؟ هل ما تحتاج إلى قوى عاملة وافدة؟ عدد المشاريع اللي زاد. الرقم الثاني الذي يسأل نفسه المؤسسات الموجودة في البلد، من اللي فتحها؟ ما جاءت القوى العاملة بنفسها، جاءوا فتحوها أبناء هذه البلد، هم أصحاب هذه المؤسسات الموجودة سعادتك، ولذلك هم من عندهم العقود وقدموا الإجراءات. أما ما تفضلت وذكرت سعادتك في موضوع برنامج تنفيذ، أنت مطلع تماماً إن إحنا من الداعمين لهذا الكلام الموجود وسبق وناقشناه، بما يسمى لجنة قطاع المقاولات اللي هي قدمت المقترح بالنسبة لإعادة النظر في توزيع القوى العاملة وأصحاب وملاك المؤسسات وتعدد السجلات التجارية، على اعتبار أن الناس إما تتفرغ لسجلاتها أو تعين البديل الموجود، وهذا يدرس من ضمن برنامج مبادرات ومأخذ برنامجه إن شاء الله. كم سيتم توظيفهم من 45,000؟ أنا أعتقد كان في البيان واضح، ردي في الواضح في البيان الحقيقة إنه يتطلب هذا الكلام
سنوياً، وهذه القدرات التشغيلية مرتبطة بالقدرة على توفير العرض النوعي للمطلوب من القوى العاملة الوطنية من حيث المستوى التعليمي والتخصصات العلمية والفنية والمهنية. هذا جانب. اسمح لي سعادتك. رقم اثنين، أبشر لك سعادتك شيء، أنا قلت في بداية الجلسة الصبح اليوم هذا الكلام مرتبط بارتباط توسع الاقتصاد وزيادة المشاريع. اليوم أنت شاركت سعادتك معنا في برنامج تنفيذ وخرجنا بمقترحات في ثلاثة قطاعات رئيسية. إذا هذه المشاريع رأت النور معناته أنه في توظيف موجود، إذا هذه المشاريع ما رأت النور من الصعب أننا ألتزم أمامكم وأقول كموظف القوى العاملة الموجودة الوطنية فيها. شكرا سعادتك. معاليك لا أدري ماذا أذكر وماذا أترك. باختصار أنا تكلمت عن منظومة حكومة ولم تجاوبني، لازل كل واحد يشتغل بمعزل عن الآخر. معاليك في دول ما عندها نفط وما كان عندها 9 مليار استثمرت في الإنسان واليوم تعتبر من أقوى الاقتصادات. لو استثمرنا بالإنسان وبالمواطن كان ما ننتظر فقط سعر البترول وما كان هذا حالنا اليوم. معالي الوزير، منذ عام 2011 وحتى 2015 تم صرف أكثر من 100 مليون ريال من وزارتكم الموقرة كمصروفات إنمائية، إضافة إلى ميزانية سنوية بمبلغ 80 مليون في 2011، ووصلت إلى الذروة إلى 180 مليون في 2015 لتستقر على 163 مليون في عام 2016. وتم استحداث الهيئة العامة لسجل القوى العاملة بالمرسوم السلطاني 98/2011 لتكوين قاعدة بيانات متكاملة عن القوى العاملة وتعزيز سياسات التخطيط لتنمية الموارد البشرية الوطنية وتحقيق أكبر استفادة منها واستيعابها، علماً أن ميزانية الهيئة بدأت بمليونين الآن تجاوزت 4 مليون. وحسب موقع الهيئة فإن رسالتها توجيه المواطن مهنياً وتعزيز سياسات التوظيف والتشغيل ودعم القرار بالبيانات اللازمة. إذن يا معالي الوزير، ما هو دور وزارتكم؟ هل أصبحت وزارة مختصة بالقوى العاملة الوافدة ورفاهيتها وتنميتها وزيادتها؟ معالي الوزير، الرسالة لكم ولمن يعنيه الأمر، إن الحلول ليست باستحداث لجان وهيئات ومجالس وتوزيع المسؤوليات، الحلول في خطط وبرامج ومؤشرات أداء، وهذا كان هدف تنفيذ الذي يتبنى الموارد البشرية كأبرز داعم للمرتكزات الإنمائية 5 في الخطة 50. معاليك، نحتاج للشفافية والحوكمة والمحاسبة، وهذه من أبرز مبادرات تنفيذ، وذلك بعد اعتماد الخطط والبرامج وتحديد مؤشرات للأداء. حان الوقت لتحديد مسؤولية كل جهة ووقوف المسؤول الحكومي ليقدف كشف حساب لممثل الشعب، فلا الموارد المالية ولا الوقت في صالحنا. الله الله في الوطن والمواطن، وشكرا معاليك. شكرا سعادتك. اولا انا اذكر لك الحقيقه انه فيما يتعلق بالموازنه التي اشرت لها للوزاره، الموازنه تستخدم في الاستخدام الامثل و90% يروح منها لقطاع التعليم التقني والمهني. اليوم وزارة القوى العاملة أكبر منظومة تعليمية موجودة فيها أكثر من 60,000 طالب ما بين برامج التعليم، أكثر من 50,000 طالب بين برامج التعليم التقني والمهني والتدريب المقرون بالتشغيل. أنا أعطيك بس، أنا أتكلم عن موازنة الوزارة. سعادتك سامحني، أنت سعادتك سامحني، سعادة الأخ توفيق، لا تخلط في الأمر بين أن اسمح لي، أنا وزارة قوى عاملة لست مسؤول عن الحكومة بكاملها، أنا جزء من الحكومة في الإطار الذي أسند إليه. لما يكون عندكم تتكلموا عن موضوع، اسمح لي سعادتك أنا سمعتك بإذن صاغية، إذا كنت تريد أن تناقشوا موضوع التعليم العالي بأكمله فهنا عندنا مجلس التعليم، معنا وزارة التعليم العالي، معنا وزارة وزارة القوى العاملة، معنا وزارات أخرى معنية بالتعليم العالي. القصد من كلامي لما نناقش هذا الموضوع يجب أن لا يناقش فرادى وإنما يناقش مع جميع الجهات ذات العلاقة عشان نكون واضحين. أنت سألتني عن وزارة عن 160 مليون وأنا أقول لك نعم، موازنتي 160 مليون تصرف 90% منها لقطاع التعليم، مستعد أعطيك بريك داون بكل تفاصيل موجودة وأنت مطلع على هذا الكلام. مسألة متى يتم التنسيق مع الحكومة، هذا الكلام أنا أعتقد يجب، أنت واحد من الناس اللي شاركوا في برامج التنويع الاقتصادي وتنفيذ
وانت واحد من الناس اللي مطلع على البرامج سعادتك، واول وزاره من خرجنا من برنامج تنفيذ بدانا في الاجراءات التنفيذيه هي وزاره القوى العامله، بدات من بدايه شهر 12 وكان الاجتماع لها من 1/12. لكن السؤال، هل تعتقد انه هذا بنغيره في شهر او شهرين؟ لا يمكن سعادتك. اذا احنا الحقيقه نعمل فيما يخصنا، وملاحظاتكم واقتراحاتكم ننقلها للجهات المختصه. شكرا سعادتك. أنا قلت في بداية الحديث القطاعات الثلاثة عرضت 87,000 فرصة عمل، منها 29,000 للقوى العاملة الوطنية، منها 22,000 من الاختصاصيين والمهنيين والفنيين، و7,000 محدودين المهارات. هذا اللي خرجنا فيه من تنفيذ، هل هو أكثر من كذا وضوح وشفافية؟ على أي حال، يعني هو يمكن التخوف القائم أنه في ظل التنمية التي حدثت وتطرق إليها معالي الوزير والمبالغ التي صرفت التي فاقت 10 مليارات، لم نستطع لتوظيف العماني في القطاع الخاص. فأعتقد أنه المشكلة قد تكون أكبر في المستقبل في ظل عدم الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية. وهنا حقيقة هذا الموضوع يعني جدا مهم، ومثل ما ذكرت يجب تعاون كافة الجهات وتعاضدها من أجل الوصول إلى الأهداف والغايات. أنا بضيف إلى ما ذكرت الحقيقة كلمة عامة ذكرته إنه خلال ما تم في الفترتين تم توظيف أكثر من 128,000، والحكومة عملت في نهاية الخطة الماضية جملة من البرامج، هذه يفترض تنعكس في الخطة الخمسية الحالية. شكرا.